حبيب أنت إلى الحسين حبيب، إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا يا مرحبا بابن المظاهر بالولاء، لو كان ينهض بالولد ترحيب. شأن يشق على الضراح مرامه، بعدا وقبرك والضريح قريب. بأبي المفدي يقول قد أخلصت طرفي علاك نجيبة من قومها وأب أغر نجيب. بأبي المفدي نفسه عن رغبة لم يدعه الترهيب والترغيب. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا، كيف التوى ذاك اللواء المضروب لله من علم هوى، وبكفي علم الحسين الخافق منصوب. تناول الحبيب العلم من جف الشفية، هزها بيمين وقال طابت للمني. أنا عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديد، تشهد صناديد الحروب عند الحروب. نموت بمعزة ولا نعيش بطاعة يزيد، وطاعتك يا ابن النبي فرض علي. والله يا ابو السجاد أنا لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقوني، واذروا عظامي وبالهوى وتالي انشروني. 70 مرة هالفعل يجري علي. والله 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 يا ابو السجاد ما فارق جمال روحي ومالي والاهل كلها، كل شيعتك تفنى ولا تهتك عيا. والتفت لاصحابه وعبرات جري، قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون، باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون، ولا يكون سادتكم بنو هاشم يحملون إلا عقب ما ننفني كل سوي. أبو فاضل يسمعنا خوات حبيب، فنادى أبو الفاضل نادى البطل عباس، ما ترضى شيم المطلوب أخونا والحرام كلها، وباكر لثار الكون يتقدم.
منشور بيدي واخوتي تمشي يفيا. قال الشهيد حسين يا ظنوات يا ظنوات الكرى جدا من خلايا اخويا تفوت يا اخويا تفوت الانصار منا ومنهم يا الاخو تتقصف تتقصف اعمار وتالي النهار تضل مضاربنا خليل.